اهلا بيكم في يوم جديد من ايام رمضان. ضيفنا الغالي الخفيف العزيز اللي كل يوم ايامه بتجري يوم ورا يوم، واحنا في منتهى السعاده بصيامه، بس للاسف على قد فرحتنا بان العيد بيقرب بس زعلانين ان رمضان برضو بيخلص. النهارده هنفتح صفحه جديده بقى من صفحات البوم ذكريات رمضان مع ذكرى جديده وصوره جديده هنرسمها ان شاء الله، هيكون ليها طعم جميل ولون جميل وهيكون ليها روح، علشان احنا هناكل كل الحاجات اللي هنعملها دي مع حبايبنا واصحابنا وهنشارك بيها ناس كتير بتفطر في نفس الوقت اللي احنا بنفطر فيه. النهارده بقى انا قررت اعمل لكم كبده، هعمل صنفين للكبده، هعمل كبده صحيحه، كبده بارده بتتقطع زي اللحمه البارده وخفيفه واكتر من رائعه، وهعمل كبده بقى جميله، هي مش كبده اسكندراني، هي كده يعني كبده منيل. انا عامله لها تاليفه كده اهوت، فيها كميه ثوم وفيها ليمون وفيها خل، شبه الاسكندراني بس هي مش اسكندراني. شوفوها وان شاء الله وصفتي تعجبكم. هبدا بس الاول بالكبده البارده. قبل ما اظفر ايدي بيها هجيب حبه زيت صغيرين، هي نقطه، هي مش يعني مش شرط نحط زيت، بس انا هحط حبه صغيرين كده علشان عايزه احط فص مستكه يفوح ريحه حلوه، بس اهو عشان بس يديها ريحه حلوه لما اجي احطها. انا مسخنه الحله، على ما اجي احطها هيكون ساح عشان برده مش عايزه احطها والحله سخنه قوي. بصوا الكبده هنا عايزه اوريكم حاجه ليها غلاله كده. اولا بجيب قطعه واحده من الطرف، او بقول للجزار انا عايزه الكبده قطعه ويكون ما فيهاش عروق عشان انا هسويها قطعه واحده. طبعا الجزار هيستغرب لما تقولوا له كده، عشان كل مره بيستغرب ويقول لي يعني ايه هتسوي كبده قطعه واحده، بس انتوا قولوا له احنا بنعملها كده. اهو بشيل الغلاله دي، بصوا مجرد بمشي بايديا كده، بصوا على طول بتروح بتشال معايا. لو حاولنا نشيلها بسكينه القصه هتكون صعبه. بصوا فص المستكه سيح كده، هضمن ان انا لما اجي احطها هتلقط ريحه حلوه. الكبده دي فكره تسويتها ايه؟ اني انا بحط عليها نص كوبايه من عصير الليمون، هقلبه بس عشان لو انا بحبه بالتفل بتاعه بكل حاجه، لو التفل بتاعه كان هبط لتحت يطلع. نص كوبايه من عصير الليمون ويمكن اكتر شويه كمان، خلوا بالكم ده السائل اللي هتتسوى فيه. وهحط معاها برضو بتاع ربع كوبايه من الخل، وهنحط كده. خلاص انا حطيتها، ممكن اقلبها كده واروح حطها هنا واحط معاها التوابل هنا على النار على طول مباشره. وهعلي بقى عليها النار، هنشف ايديا وانا بحط التوابل. اول حاجه انا هحطها كميه الملح تكون كبيره. بصوا حجم قطعه الكبده قد ايه، ده نص كيلو على بعضه او 600 جرام تقريبا. ليه؟ الجزار لما بيقطعها لكم على بعض مش شرط بقى ايه يديها لكم زي ما انتم عايزين نص كيلو بالظبط، لو طلعت فيها 10 جرام 100 جرام زياده 50 جرام زياده مش هيشيلهم، هيقول لك انا قطعت لك قطعه على بعضها. بحط لها كميه ملح تقريبا، بصوا يعني حاطه معلقتين ملح عشان هي على ما تتشرب وهي كده قلبها يا دوب هيبقى حيق كويس. هحط بقى بهار معلقه كويسه، هحط حبهان على لورا على روزميري، وهحط بردقوش، وطبعا طالما كبده يبقى لازم وشيء اساسي هنحط ايه؟ هنحط قرفه. كبده فراخ القرفه يعني ساحره بالنسبه لهم. بس انا عندي كده اهو، دي خلاص انا هسيبها ومش هشيل همها خالص، هولع عليها بقى اهو. وهقلبها كده اهوت عشان التوابل تبقى في كل حته فيها، وهسيبها مع نفسها على النار من فتره للتانيه. وهي على النار هعمل فيها ايه؟ هروح الحله برضو لسه سخنه، هروح قلبيها
وانغزها كده بالسكينه، لما تطلع دم يبقى لسه ما استوتش، لما تطلع سائل لونه مبيض في الحاله دي انسب فتره لاني اطفي عليها، لان هتكون الكبده استوت لكن مع ذلك لسه فيها عصاره جواها هتخليها طريه وحلوه. بس كده اهوت. هتقولوا لي انت حطيتي الكبده بارده والحله مش سخنه قوي، يعني هقول لكم اني انا متبلاها وهي شبعانه يعني هي انا ليه حطيت عليها الليمون والخل في الاول. الكبده بتمص اي حاجه تتحط لها، مجرد ما حطيتهم عليها مصتها، حتى لو على ما تسخن جت تنزل سائل اللي هينزل جزء من اللي مصته بس لسه عصارتها هتكون جوه، وهتبدا بقى تتشربها حبه بحبه. وبعدين بتتقطع رفيع فما ما بنحسش انها هي متفله، هي بتبقى حاجه جميله جدا، يعني انا عايزاكم تجربوها. نيجي بقى للكبده الثانيه. الكبده الثانيه لازم اسخن لها الطاسه على ما تبلها، بس يفضل ان احنا نتبلها ونسيبها نص ساعه او ساعه قبل ما نستعملها. انا عندي كبده برده شايله الغلاله بنفس الاسلوب اللي وريته لكم ده، مقطعاها شرايح رفيعه اهي. هجيب بقى احط عليها ايه؟ هحط عليها مستردة وهحط عليها ثوم انا مقطعه عشان يبقى سهل دقه، هخليه ادقه اخر حاجه بعد ما احط بقيه التوابل، هخليه جنبي كده اهو عشان ما انساهوش. وهحط عليها ايه تاني؟ هحط عليها قرفه، بس مش هحط ملح دلوقتي، هحط الملح وهي على النار، رشه قرفه كده حلوه. وهحط عليها بهار، بس انا ما بحطش كتير، بقيه التوابل هحطها وهي على النار. وهحط حبهان على لورا، ما بحطش بردقوش على الكبده ديت مش بتليق معاها. في مكون بقى بيليق قوي 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 معاها اسمه ايه؟ السميق. جربوه وحطوه عليها حبه كويسين كده تقريبا معلقه، هتلاقوه بيدي نتيجه حلوه جدا معاها. انا عندي برضو نص كوبايه ليمون، هحط في الاول حبه صغيره بس والباقي كله هحطه وهي على النار عشان مش عايزاها في الاول يكون فيها سائل. وهقلب كده، يبقى انا ما حطيتش لسه الملح. عندي بقى فلفل حامي. الفلفل الحامي هعمل فيه ايه؟ هدقه مع الثوم، بس انا كان عندي كمان لما بنطلع شرايح فلفل كده علشان احطها معاها بتهدر حاجات، فالتهدير بتاعها ده انا ما برميهوش، باخده وبدقه برده مع الثوم. هحط مع الثوم شويه ملح صغيرين بس علشان يخلوني اعرف ادقه بسهوله. بس كده. ونبقى كده خلصنا برده من تتبيل الكبده دي. وبعدين في بقى مكون لو حابين تحطوه، الثوم والبصل البودر بيحليها جدا. ممكن نروح حاطين برده معاها ثوم على بصل بودر. ده لو عندي، لو ما عنديش ما فيش مشكله. انا اهم حاجه عندي اني انا احط مستكه واحط حبهان واحط قرفه وفلفل اسود طبعا. هجيبه وهحط برده مش كتير، انا كله بنكه، انا لسه هتبل تاني. بس انا هنا ما حطيتش فلفل اسود، هحط فلفل اسود عشان تتشرب برده منه. بصوا بقى عماله تتشرب ازاي، كل التوابل هنا بحطها كتير لان قطعه الكبده سليمه. ممكن بقى اوطي عليها شويه عشان تستوي براحتها. بس ادق بقى الثوم عشان جزء منه هحطه معاها وجزء هخليه للاخر. وانا بسخن هنا اهوت. اهم حاجه بقى في الكبده دي السخونه الجامده بتاعه الحاجه اللي بعملها فيها. عندكم طاقة محتاجين تطلع يبقى في دق الثوم اهو. هاخد جزء والجزء التاني هخليه للاخر. هنا هيقعد جنبي هنا، وهشيل بقى الغطا وهعلي النار وهجيب بقى زيت. انا بعملها بزيت وبحط في الاخر حتة زبدة، يعني
بس هي يعني حبه زيت كويسين يتناسبوا مع النص كيلو. وهحط مستكه غير بقى اللي انا حاطه هنا، هحط برده هنا مستكه بتطير زفره الكبده بطريقه يعني جامده، ورشه حبهان صغيره. عوامل نجاح الكبده ديت احنا قلنا ايه؟ اولا ان احنا يعني نخليها شويه في الثلاجه تاخد من التتبيله، ثانيا ان احنا نسخن الطاسه جدا، عايزينها اول ما تتحط تدخل على سوا. انا هجيب معلقه تانيه قصادي، قصد الصغيره، بدل ما انا مضايقه نفسي اهو كده قلبتها. بصوا كلها اهي اختلطت ببعض ازاي، واختلطت بالتتبيله. يا سلام بقى لما نسيبها ساعه ولا ساعتين في الثلاجه على جمالها، بس هي برده كده هتبقى حلوه. نكتر لها الليمون شويه هيبان فيها على طول. بصوا بقى اول ما هحطها على النار شوفوا بقى ايه اللي هيحصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الطاسه بتاعتي سخنه جدا، انا مش عايزه اضغط عليها خالص، انا بس بفرقها. نفرقها كده اهو، ما بضغطش يا جماعه، انا بس بفرق عشان ايه كله يجي على الحتت اللي عليها نار في الطاسه. نجيب كده على جنب الطاسه الووك بتاعنا ده الجميل، هسيبها بقى مش هقلب دلوقتي تاني شويه كده وهقلب. بصوا بقى انا بالنسبه للكبده البارده هقدم لكم معاها كده صوص حلو قوي، عباره عن ايه؟ عباره عن مايونيز ومستردة وزبادي، يعني هيبقى طعمه جميل لما احنا نقدمه جنبها. هفضي كميه من الزبادي والمايونيز وهطلع فاصل وارجع اكملها معاكم، وتكون الكبده بتاعتنا دي بدات تستوي والكبده دي بدات تتشرب ميتها. استنوني عشان نكمل البوم ذكرياتنا.